السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا يا حياكم الله معاي بفيديو اليوم ويا أهلا وسهلا بمتابعيني ومضافين الجداد يا حياكم الله منوريني ومنورين قناتي وشكرا من القلب على تعليقاتكم الجميلة اللي جد تسعد قلبي وتشجعني أني أقدم لكم دائما المزيد اليوم حبيت كذا أسوي ورتبلي لي ركن بالموجود عندي ما استشريت ولا شيء وسويت كورنر كذا للقراءة حطيت معاه آلة الكافي مثل ما شفتوا حطيت الكتب اللي أحبها وأحب دايما أقراها وبرضو حطيت المدونات اللي مثلا بسجل فيها وأدون فيها أنا حاليا ما حطيت لي مكتب آه بس سويت لي كذا آه كورنر يعني لما أجي أقرأ أسوي لي كوب قهوة كذا أو أمنتج فيديو فأقعد كذا آه بروقان وأروق الغرفة هذه عندي موكيت ودافية مرة فبالشتاء أجواءها مرة جنّن فحبيت كذا أعطيكم طاقة تحفيزية كذا أنها تشجعكم أنكم تسوون ركن خاص لكم يا الأمهات فعلا يعني لما تحطين لك مكان تحطين لمسات بسيطة مو شرط أنه يكون بتكلفة عالية أنا المدفأة عندي من بيتي القديم وبرضو الكرسي الهزاز هذا برضو عندي من بيتي القديم فحطيتهم مرتبتهم وطلع مرة رأيك برضو حطيت عندي جهاز البلاك بدل ما أنزل أسوي قهوتي تحت أنا صراحة مو براعي بلاك مرة بس يعني إذا اشتهيت أو مثلا اشتهي قهوة أصير وانا فوق أسوي لي كوب قهوة كذا وأجلس أقرأ الكتاب أو أمنتج فيديو على روقان ومن الأهداف الصراحة اللي أحرص عليها في قناتي إنه تكون رسالة لكل أم إن الوقت ما يكون كله للبيت وللعيال والطبخ والشغل لا بالعكس خصصي لك وقت خاص يكون فيه وقت رايق لك أنا الغرفة هذه بجنب غرفة ألعاب عيالي وبرضو لما يكونوا مثلا على التلفزيون اصير انا جالسه كذا اقرا كتاب او مثلا الصباح اذا خلصت اشغالي وحابه مثلا امنتج او اقرا كتاب بالعاده عندي وقت خاص الصباح صراحه احب القراءه فيه وقت ما يكونون عيالي بالدوامات فحلو انك تسوي لك كورنر خاص فيك حتى لو كان بزاوية البيت بزاوية غرفة نومك في الصالة في مكان يكون هادي وبعيد عن يعني الازعاج مثلا بعيد عن الشاشة او بعيد عن مكان اللي يجلسون في عيالك انا كنت قبل مسويته في غرفة نومي فكان مرة رايق وكان بسيط باذن الله مع الايام راح انزل الماكينة حقتي انا من اشياء اللي احبها الخياطة لكن عندي مشكلة في الإبرة حقيتها فعشان كذا ما زينتها فإن شاء الله بإذن الله بالشتوية راح أحط للمكينة حقتي وأشتغل بالصوف في هالمكان وفي هالزاوية اللي تعطي فعلا طاقة إيجابية أنا من الناس اللي أحب العزلة وأحب الهدوء وأحب أمارس هواياتي بعيدا عن الاجتماعات والإزعاج وكذا فعلا كل شيء وقت في أيام الإجازة صراحة أنبسط مع أهلي لكن الأيام الثانية لا هذا بنات كتاب الرحيق المختوم قريت منه الجزء صراحة يمكن تقريبا الربع بس ما كملته أنتم نصحتوني فيه صراحة عندي من زمان بس سبحان الله ما كملته فبإذن الله من أهدافي أني أخلص كتاب الرحيق المختوم وفي بعد كتب مرة دينية جنن صراحة يعني حابة أجيبها بإذن الله فكل شهر إن شاء الله بجيب لي كتاب حلو هذا اخذت الكوكيز بنات من ملتقى الخبازين أه صراحه مره لذيذ أه طبعا هو مفرزن اتوقع اي اخذته من الفريزر أه بالصراحه مره لذيذ وحلو أه تقدرون تاخذون كميه وتفرزلونها متى ما احتجتوا تطلعونها وهنا اجواء الكورنر حقي بالليل أه يعني مره شموع والمدفاه مع جو للمكان عطوني أه رايكم أه بالكورنر اللي سويته وإن شاء الله يا ربي يكون تحفيز لكم تسوون لكم نفس المكان وأجمل بعد وهنا قعدت أسوي شابورة منزلية الشابورة صراحة يحبونها عيالي خصوصا مع الحليب طبعا حليب بدون سكر أسوي لهم فقلت بشارككم الوصفة تقدرون تسوونه بدقيق بور تقدرون تسوونه بدقيق الدخن تقدرون تسوونه برضو بالميكس يعني البر والأبيض صراحة حلو أنا تمنيت تمنيت أني حاطة معاها بر بس قلت بسوي ثانية بس بر سادة الدقيق هذا أول مرة استخدمه لقيت عليه عرض اثنين بخمسة ريال فأخذته قلت بجربه صراحة مرة حلو وأعجبني لكن معجنات الثانية صراحة ما جربته جربته بس بال بس بالشابورة وإن شاء الله بإذن الله بسوي فيه كيك هنا حطيت ثلاث حبات بيض بسوي إن شاء الله الشابورة هذه بالحبوب والإضافات اللي عندي وبعدين إن شاء الله بسويه بطريقة صحية أنا صراحة الفترة هذه حارسة على النظام الصحي أنا شوفه هو مكتوب ثلاثة أربع سكر أنا حطيت أقل من النص نصف كوب سكر نفس الكوب نقيس كل المقادير اللي راح نحطها راح أحط عليها رشة فانيليا هذا الفانيليا اللي اخذته من ملتقى الخبازين بنات صورته معاكم بالفيديو السابق تقريبا سعره خمسة عشر ريال بس مرة يا بنات فرق فرق صراحة عن الطازج ويكفي انه يعني طبيعي مية بالمية مو مصنع فانا احرص صراحة على الاشياء اللي تكون طبيعية اكثر من الاشياء المصنعة اللي ضارة بعدها بضيف اللي هو الزيت تقريبا اضفت تقدرون بنات تستبدلونه بزيت الزيتون لكن انا حطيت زيت عادي حطيت نصف كوب آه تقدرون تحطون زيت زيتون عادي ترى مرة حلو آه بس كنت بما اني بسوي شابورة صحية فبحط فيها زيت الزيتون وبسوي ان شاء الله معاكم اللي هي شابورة الدخن وشابورة البر بطريقة صحية باذن الواحد الاحد بحاول هاليومين ان شاء الله نمداني الوقت سويتها معاكم خلطتهم بالخلاط بعد ما خلطت كل المقادير الآن بضيف الأشياء الجافة اللي هو بحط كوبين دقيق وبحط ملعقه باكنج باودر من الخطوات المهمه اننا ننخلط الدقيق عشان يعطي انتفاشه حلوه وافضل دائما الدقيق انكم تنخلونه بعدها اضفت الكوب الاول والكوب الثاني تقدرون انتم تحطون كوب دقيق ابيض وكوب دقيق بر أضفت الآن بالخلاط أنا عشان الكوب الخلاط خلاطي هذا نوتري أخذته من فرست كراي أحط الدقيق في الكوب بس عشان ما قدرت أنخل يعني الدقيق على نفس الكوب إذا كوبكم كبير عادي انخلوه بنفس, بنفس الكوب أنا هنا حطيت الدقيق وبضيف الآن اللي هو رشة الملح وبضيف بعد اللي هو ملعقة باكينج باودر وأضفت تقريبا بنات مع بعد الملح أضفت شوية حليب لكن للأسف ما صورته تقريبا ربع ربع كوب أو نصف كوب الشي الخطوة المهمة اللي تبونها بالشابورة ضروري بنات تكون ثقيلة ما تكون نفس الكيك عشان تعطيكم القوام الشابورة المطلوب نفس القوام هذا يعني يكون ثقيل الحين بضيف لها النكهات اللي أنا حابة أحب صراحة معها نكهة اليانسون وبرضو أحب الحبة السوداء والسمسم أنتم ضيفوا الشيء اللي أنتم تحبونه وبرضو حطيت حب القرع دايم أحرص صراحة أني أضيف الأشياء المفيدة يعني الحبة السوداء غنية عن يعني التعريف وبرضو السمسم أنا ما كان عندي سمسم هنا فضفت بحب القرع الحب القرع جدا جدا مفيد فاحرصوا دائما انكم تضيفون الاشياء اللي تكون مفيده آه برضو آه مثلا مكسرات اللي انتم حابين والنكهه اللي حابينها يعني مثلا نكهه آه شابوره الدخن برضو نكهه الزعفران آه اي نكهه انتم تشوفونها آه مفيده وبنفس الوقت لذيذه آه وتحبونها يعني انا هنا دهنت الصينيه عندي بالزيت واضفت الخليط كله يا بنات بالصينيه وخلاص الحين بدخلها الفرن ما تاخذ تقريبا عشرين دقيقة أنا حطيتها على درجة الحرارة مية وثمانين من فوق وتحت مروحة فرني ودخلتها الفرن صينيتي أنا هنا كبيرة شوي فلو كانت أصغر بتطلع معاي عريضة فأنت مختار الصينية تكون يعني مقاسها حلو هنا زينتها بالحبة السوداء وبرضو إذا عندكم سمسم زينوها باللي تحبون خلاص كذا دخلتها الفرن وبتركها تقريبا عشرين دقيقة وأشوفها لما تتحمر معي من فوق خلاص أقطعها مستطيلات وبعدين أقلبهم نفس ما تشوفون هنا استخدمت السكين هذه حقه الخبز اللي انت قطعها مره حلو دائما اقطع فيها الساوردو برضو الكيك عشان ما تطلع فتات صراحة مع الأطراف فمرة حلوة بس أنا عشان حاطة حب القرع ي... لما أسحبه يتقطع معاي بس مرة تقطيعها حلو للمخبوزات دائما شوفوا هنا قلبت كل ال طلعت الشابورة وعلى طول قلبتها أنا صراحة حارة معاي فمستعجلة بسرعة عشان بجهزها وأحطها مع قهوتنا أقصد الشاي قلبتها هنا وخلاص دخلتها الفرن حلوة تنفع عشاء لذيذة صحية شي مفيد صراحة شغل ايدك وعارفة ايش المحتوى هنا قلبت كل الكمية كذا ويعني خلاص القلبة الاخيرة وخلاص كذا تركها تتحمر تتشقر اذا تعبونها تصير شقرة يعني تتحمر قوة عادي خلوها بس انا اللون هذا مرة حلو وممتاز يعني اهم شي انه صارت جافة معي وحلو قوامها وبس كذا حطيتها بصينية بسلة فيها فوطة بتركها شوي تجف بعدين خلاص بدخلها وبغطيها بالفوطة لين تبرد إذا بردت معاي أحطها ببرطمان أو اللي هو العلبة أهم شي ما تحطونها بعلبة وهي حارة عشان ما تطلع معاكم رطبة أهم شي تبرد معاي وأنا مغطيتها فوطة وتصير يعني قوامها مرة حلو وبس استمتعوا بألذ شابورة مرة لذيذة يا بنات ضروري انكم تجربونها وتجربون النكهات اللي انتم حابين يعني فقط استبدلوا الدقيق باللي انتم حابينه مثلا دقيق بر دقيق دخن نفس المقادير بالضبط برضو اهم شيء انكم لا تكثرون الحليب مجرد ربع كوب بس عشان يعطيها الطراوة وبس هذه شابورتنا جاهزة الحمد لله وبكذا وصلت لنهاية الفيديو نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة لا تنسون الاشتراك اذا مو مشتركين وبرضو لا تنسون التعليقات لان تعليقاتكم جدا تهمني ولايكاتكم الله يسعدكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه